تتابعون الآن برنامج صحة وسعادة. صحة وسعادة. مستمعين الأعزاء، صبحكم الله بالنور والسرور والعافية، ودائما نصبح عليكم بروح التفاؤل والطاقة الإيجابية. نرحب بكم مستمعين اليوم الخميس الونيس في برنامجكم الإذاعي اليومي صحة وسعادة، تقدمه لكم هيئة الصحة في دبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر أثير إذاعتكم المتألقة دائما إذاعة نور دبي. رحب بفريق الإعداد عندنا في هيئة الصحة في دبي، وعندنا اليوم في التنسيق والمتابعة الأستاذة إسراء الهاشمي، وفي الإخراج نمر محمد، ومعاكم اليوم في التقديم محدثتكم دكتورة هند العوضي. مستمعين الأعزاء، من خلال برنامجكم صحة وسعادة أذكركم بتواصلكم معنا، وأيضا لأي ملاحظات عندكم تتواصلون معنا على الأرقام الآتية 6005514414، وللرسائل النصية القصيرة 4006. ومثل ما عودناكم مستمعينا، نذكركم قبل ما نبدأ حلقتنا بأهم 3 طرق لحمايتكم ضد كوفيد-19. لازم دايما نتذكر أن نحافظ على مسافة كافية بيننا وبين الآخرين لا تقل عن مسافة 2 متر. لازم ترتدون كماماتكم بالطريقة الصحيحة، وخصوصا في الأماكن المغلقة طوال الوقت. وآخر نقطة، لا تنسون تحافظون على نظافة إيدينكم بغسلها بشكل مستمر لمدة لا تقل عن 20 ثانية. مستمعين، اليوم حلقتنا متنوعة ومليئة بالمواضيع الشيقة. رح نتناول أهم آخر أخبار الصحية العالمية. بتكون معانا اليوم اسم الجناح بتعطينا آخر الرسائل والأخبار في وسائل التواصل الاجتماعي، ورح يكون معانا اليوم رح يحدثونا عن نظام منار للتدريب الطبي، وبتكون عندنا بعد فقرة الطب البدني وإعادة التأهيل، وفي الختام راح نحدثكم عن شلل الأطفال. أعزائي المتابعين، ناخذ آخر الأخبار اللي تناولتها وسائل الإعلام. خبرنا اليوم يقول الهواتف وصحتنا العقلية، دراسة تعلن المفاجأة السعيدة. كشفت دراسة حديثة عدم وجود أي رابط بين استخدام الهواتف الذكية وتطبيقاتها المتنوعة وبين الصحة العقلية للمستخدمين. وتوصل علماء من جامعة لانكستر وباث ولينكولن البريطانية في الدراسة التي نشرت نتائجها في مجلة التكنولوجيا العقل والسلوك، إلى أن مقدار الوقت الذي يقضيه المستخدمون على هواتفهم الذكية لم يكن مرتبطا بضعف الصحة العقلية. وتعليقا على نتائج هذه الدراسة، قالت هيذر شو من قسم علم النفس بجامعة لانكستر، لم نجد صلة بين استخدام الهواتف وظهور أعراض نفسية مثل القلق والاكتئاب والتوتر، حيث أن أولئك الذين خضعوا للتجارب السريرية وظهرت لديهم تلك الأعراض ما كانوا يستخدمون أجهزتهم أكثر من أولئك الذين قضوا وقت أطول عليها. وجدت الدراسة أن الصحة العقلية مرتبطة بالمخاوف التي يشعر بها المشاركون في التجارب بشأن استخدامهم للهواتف الذكية. طبعا هاي الدراسة تقول مستمعينا أن ما يخص أنك أنت تستعمل الهواتف الذكية بصحتك العقلية، ولكن يرتبط دائما وأبدا بالمشاعر اللي أنت تشعر فيها.
وعندنا خبر ثاني يقول زيت بذور الكتان يحد من النوبات القلبية ويكافح الشيخوخة. قالت أشارت مجلة فروندوين الألمانية إلى أن زيت بذر الكتان يوفر العديد من الفوائد الصحية نظرا لاحتوائه على الكثير من المكونات والعناصر الغذائية المفيدة للجسم مثل الأحماض الأمينية الأحماض الدهنية أوميغا 3 والفيتامينات ومضادات الأكسدة. وأكدت الجمعية الألمانية للتغذية أن النسبة العالية من الأحماض الدهنية الغير مشبعة تساعد في تجنب الكثير من أمراض القلب والأوعية الدموية وأيضا تحد من مخاطر الالتهابات والنوبات القلبية. وإحنا كلنا نعرف أن الأحماض الدهنية الغير مشبعة أيضا تساعد في تنظيم مستويات الكوليسترول وضغط الدم عندنا. وننتقل لفقرة السوشيال ميديا ومعانا أسمى الجناحي. صباح الخير أسمى. صبحكم الله بالنور والسرور دكتورة عليك وعلى كل المتابعين إذاعة نور دبي. شو تعطينا من آخر الأخبار والمستجدات في وسائل التواصل الاجتماعي؟ أول شيء نتمنى خميس ونيس على الجميع، دامنا اليوم خميس ونتمنى من الجميع أخذ الاحتياطات، خصوصا أن الناس كانت تستغل عطلة نهاية الأسبوع في الطلعات، في ذهاب لمراكز التسوق، الذهاب للفعاليات الخارجية. لكن نحن ما نقول لهم تروحون، روحوا استانسوا واستمتعوا، ولكن ما ينسون الإجراءات الاحترازية والوقائية المهمة مثل التباعد الاجتماعي، لبس الكمام، وأهم شيء غسل اليدين أو تعقيمها قبل ما يسوون أي شيء. بالضبط. ايضا من ضمن الاشياء اللي يعني الاشياء الجميله اللي صارت يوم امس هو فوز قسم الاشعه بجائزه حمدان بن راشد للعلوم الطبيه كافضل قسم طبي على المستوى القطاع الحكومي في دوله الامارات. مبارك للمستشفى، مبارك لقسم الاشعه. ايضا من ضمن الاشياء المهمه اللي حطيناها امس ضمن مشاركتنا في جايتكس هو التحديثات او الخدمات الجديدة اللي تم إضافتها في تطبيق هيئة الصحة بدبي. الحين يقدرون يأخذون يجددون بطاقة الصحية، أيضا طباعة التقارير، يعني فتح الملف أو إرسال ملف الطبي لطبيب أو مستشفى آخر. أيضا في وايد من الخدمات، كان في فيديو يشرح الخدمات الجديدة الموجودة في التطبيق. أيضا أمس كان من الأشياء الجميلة والإنجازات الجميلة اللي صارت هو هيئة الصحة بدبي تدشن مركز النهدة لفحص اللياقة الطبية والصحة المهنية سالم، الذي يمثل إضافة مهمة لسلسلة مراكز اللياقة المنتشرة في دبي. إنزين، وهذا هو يعتبر المركز 13 في إمارة دبي. أيضا نحن نأكد للجميع أنه يعني الخدمات، أغلب الخدمات الحين موجودة عبر التطبيق هيئة الصحة بدبي، مثل حجز المواعيد، تطعيم الإنفلونزا، أخذ موعد موجود في التطبيق. نتمنى من الجميع يعني اللي ما أخذ تطعيم يطعم الإنفلونزا الموسمية ويقدرون يأخذون الموعد عن طريق تطبيق هيئة الصحة بدبي. نتمنى لهم خميس جميل وعطلة نهاية أسبوع سعيدة على الجميع إن شاء الله، ودمتم بصحة وسعادة. ودمتي بصحة وسعادة أسمى الجناحي، وخميسك ونيس أيضا. طبعا أسمى الجناحي تحدثت عن العديد من الأحداث اللي صارت، ما شاء الله أخبار عديدة صارت لنا أمس. أولها أن احنا جدا فخورين بقسم الأشعة وموظفينها في هذا القسم، وفخورين جدا بمستشفى راشد وبجميع الإنجازات اللي يقدمها المستشفى وهيئة الصحة أيضا بجميع مستشفياتها وأقسامها. وأسماء أيضا ذكرت شيء جدا مهم، أن تطبيق هيئة الصحة في دبي أضاف خدمات جديدة ممكن أنتم مستمعين أنكم تستفيدون منها وأنتم في منازلكم، دون الحاجة أنكم أنتم تروحون وتسوون هاي الخدمة مثل ما كان قبل. من ضمنها أنكم تجددون بطاقاتكم، تطبعون تقاريركم وما إلى غير ذلك. طبعا أسماء قالت إن إحنا ما نقول لكم لا تستمتعون بإجازتكم، ولكن استمتعوا مع اتخاذكم لكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية. مستمعين بناخذ لكم فاصل قصير وبنرجع لكم مع فقرة خدمات هيئة الصحة، ورح تحدثنا مروة مالك عن منصة منار. عشان تعرفون شو هي منصة منار تابعونا بعد الفاصل.
صحة وسعادة. مستمعين الأعزاء، رجعنا لكم في برنامجكم صحة وسعادة، تقدمه لكم هيئة الصحة في دبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر أثير إذاعتكم المتألقة دائما إذاعة نور دبي. أذكركم مستمعين بأرقام التواصل معنا 600551414 أو عبر الرسائل النصية القصيرة 4006. طبعا يعني أسمى بعد ذكرت شيء جدا مهم، إن إحنا ما زلنا نستقبل المراجعين لاستلام تطعيم الإنفلونزا، ما زلنا إحنا في موسم الإنفلونزا، ونذكر مستمعين الأعزاء إن ما زال بإمكانكم الحصول على هذا التطعيم في المراكز الصحية الأولية التابعة لهيئة الصحة، وبإمكانكم عشان نسهل عليكم الموضوع تأخذون المواعيد عبر تطبيق هيئة الصحة في دبي. دشنت هيئة الصحة في دبي خلال مشاركتها بفعاليات معرض جايتكس للتقنية 2020 برنامج منار. برنامج منار هو برنامج معني بالتدريب والتطوير المهني لمقدمي الرعاية الصحية في الهيئة. للحديث عن هذا البرنامج يسرني أن يكون معانا اليوم عبر الهاتف الأستاذة مروة مالك، رئيس قسم التدريب الطبي بهيئة الصحة في دبي. صباح الخير مروة. صباح النور، مرحبا، شخباركم؟ تمام، شخبارك انتي مروة؟ شخبار شو مخططاتك للخميس الونيس؟ والله حاليا ماشي مخططات الحاتي المقابلة وشرح منار، وحابين نفيد الجمهور ان شاء الله. ان شاء الله مروة. اهداف البرنامج بالضبط، لو تحدثينا شوي عن اهداف واهمية هذا البرنامج. ان شاء الله. في البداية حابة اعطيكم نبذة عن منصة منار. هي عبارة عن موقع إلكتروني يتم عن طريقه تقديم برامج تدريبية بطريقة تفاعلية، يتم فيه أخذ المادة التدريبية واختبار المتدرب، وبعدها يتم إصدار شهادة إنجاز معتمدة. الخدمة هذه تأتي من جانب حرص هيئة الصحة على توفير وتسهيل الوصول لبرامج التطوير المهني المستمر، واللي تساعد على فقل مهارات مقدمي الرعاية الصحية وتوفير أحدث المستجدات في مجال عملهم. هالشيء طبعا يأثر على كفاءة الخدمة المقدمة في مجال الرعاية الصحية. وبعد يتماشى الموضوع مع مبادرة حكومة دبي الورقية والتحول الذكي لإمارات دبي. جميل. المنصة توفر أيضا توفر معلومات حول البرامج التدريبية الخاصة بالتطوير المهني اللي هي معتمدة على مستوى الإمارة. مثل ما انت عارفة نحن نعتمد البرامج الأكاديمية أو برامج التطوير المهني اللي تقوم المؤسسات إن هي باعتمادها، فبنعطيهم فرصة إنهم ينشرون عن طريق الموقع فرص التسجيل في هذه البرامج، فبالتالي نزيد فرصة الناس إنها تتعرف على البرامج المطروحة في السوق. إنزين، لو تحدثينا شوي شو هي الفئات اللي تستهدفونها في برنامج منار؟ الفئات المستهدفة هي جميع مقدمي رعاية صحية من أطباء طبعا جميع الاختصاصات، الصيدلانيين، فني المختبرات، فني الأشعة، متخصصي العلاج الطبيعي، كل الأشخاص المعنيين بقطاع الرعاية الصحية. جميل جدا. وشو هي الإنجازات اللي حققها هذا البرنامج؟ احنا تونا في جايتكس أطلقنا المنصة بس على سبيل تجريب الخدمة ونشوف مدى قابلية الاستفادة منها. جربناها داخليا على نطاق موظفين هيئة الصحة في دبي، خاصة مثل المستعارفة لما صار جائحة كوفيد كان لازم نحن نجرب مقدمة رعاية صحية على أن يأخذون المسحات مثل PCR، وبحكم التباعد وبحكم الظروف اللي صارت لنا خلال الجائحة تطلب أن نحن نقدم برامج تدريبية عن طريق الأونلاين أو التدريب عن بعد. فدربنا حوالي 2400 مقدم خدمة على أخذ العينات هذه، ما شاء الله. وتم طبعا بعد أنهم ما أخذوا الدورة تم اختبارهم عن طريق المسؤولين اللي هم
مسؤولين مثلا مسؤولي التمريض أو الأطباء اختبار عملي. بعد الاختبار العملي منهم أدوا تم ترخيص منهم يأخذون المسحات هذه. فالحمد لله كان ناجح، وعليه نحن قررنا أن نحن نطلق المنصة ونزيد الخدمات اللي مقدمة عن طريق هذه المنصة. طبعا هذا البرنامج راح يفتح المجال للعديد من الأفكار والبرامج الجديدة اللي راح نواكب فيها المستقبل. أستاذة مروة، لو تحدثينا شوي شو خططكم المستقبلية في هذا المجال؟ إن شاء الله. طبعا نحن حاطين في بالنا أن نحن بنزيد البرامج التدريبية بالتعاون مع الجهات الأكاديمية اللي في الدولة وخارج الدولة. طبعا في خلال معرض جايتكس الحمد لله يونا العديد من الناس اللي هم مهتمين وعندهم برامج حابين انهم يعرضونها عن طريق المنصة، بيتم ان شاء الله مقابلتهم دراسة هذه البرامج ملائمتها مع الوضع الحالي واحتياجات الكادر الطبي من هذه البرامج. وان شاء الله بنزيد عدد البرامج اللي نقدمها، وبنضيف خاصية الاختبارات العملية. اليوم لما الشخص يدخل يسوي التدريب أو يأخذ المنهج التدريبي يتم اختباره نظريا، احنا حابين نضيف خاصية الاختبار العملي من خلال التفاعل عن طريق الويب سايت نفسه مع الشخص اللي راح يقيم المتدرب، ويتم تقييمه دايركتلي عن طريق الابليكيشن. بالتالي احنا نعرف من الشخص اللي اختباره كيف تم اختباره، رفع أدلة على انه تم اختباره فعلا تجاوز الاختبار بنجاح وكفاءة. يعني الاختبار بيكون لايف ثرو الكاميرات استاذة مروة، يعني مثلا على سبيل المثال؟ هو في ان شاء الله راح يكون في خاصيتين، ممكن لايف، ممكن عن طريق انهم يسوون ابلود للفيديو. ونحن نعتمد قائمة الاشخاص اللي راح يختبرون في كل مجال تخصصي، ويفضل مثلا استبيان ان هل قام باجراء البروسيدر بطريقة صحيحة، هل مثلا من ناحية التعامل مع المريض هل هو أدى المنهج اللي هو تم تقديمه عن طريق التدريب بكفاءة وفعالية. فيعتمد على البرنامج التدريبي نفسه. لو تحدثينا شوي بعض الأمثلة أستاذة مروة عن البرامج اللي تقدمونها. أنت ذكرتي البي سي آر، فهل في برامج ثانية أنتوا حاطينها؟ حاليا يعني عندنا اسمه الهاند هايجين. عندنا في برامج إن شاء الله راح نضيفها بخصوص العلاج الطبيعي، التمريض من ناحية اللي هو تبديل الدريسنج اللي هو للجروح كذا. برامج كثيرة إن شاء الله يتم دراستها، الإسعافات الأولية لنعاش الجرأوي، هذه كلها برامج إن شاء الله إحنا حابين إحنا نطرحها عن طريق المنصة. وهل في خطط أن تشمل هاي البرامج لمقدمي الرعاية الصحية خارج الهيئة مثلا؟ حاليا يعني إحنا اللي داخل الهيئة، هل مثلا ممكن نقدمها للقطاع الخاص؟ هل في خطة مستقبلية لهذا الشيء؟ حاليا أي مقدم رعاية صحية في البلاد يقدر يسوي أكاونت عن طريق المنصة. جميل. ويدخل الخدمات، فنحن وفرناها حاليا لجميع مقدمي الرعاية الصحية. يعني هذه مش خدمة مختصة فقط لموظفين الهيئة، لكن هذه لأي شخص في القطاع الصحي يقدر يسجل في هاي الدورات. وبالإضافة إلى ذلك احنا حابين نزيد الخدمات اللي موجودة في المنصة. اليوم نحن ضفنا مثلا الجداول التدريبية اللي هي خاصة في الإمارة بشكل عام. في المستقبل ممكن احنا نضيف خدمات اللي هي اعتماد البرامج التدريبية. حابين حتى يعني الخدمات اللي توفرها إدارة التدريب الطبي والأبحاث هي الصحة، أن خدمات كثيرة حابين نحن ندخلها من خلال الابليكيشن أو من خلال المنصة هذه، و يعني مثل التدريب المهني. ممكن نحن بعد في المستقبل إن شاء الله ناويين نحن نقدمها عن طريق أبليكيشن، نقدم الخدمات المتكاملة اللي هي موجودة في إدارة الأبحاث والتدريب.
الطبي. وهل هي في، انت ذكرتي الاسعافات الاوليه وما الى غير ذلك، هل في مجال ان مثلا نقدم هاي الخدمه للمجتمع؟ يعني في كثير من الناس حابين مثلا يتعلمون الاسعافات الاوليه ومبادئها واساسياتها، هل في مستقبلا او ممكن بامكانكم توفرونها لعامه الشعب حاليا، ولا في هاي الخطه المستقبليه بتكون؟ أكيد أكيد، هذه واحدة من مقترحاتنا وفي الخطة المستقبلية حاطينها. حابين نوفر برامج مجانية للجمهور، يعني على أساس أنهم يشوفون كيف مثلا الخدمات الرئيسية والأشياء اللي ممكن تفيدهم في حياتهم. يعني مهم جدا أنهم يعرفون أساسيات الإسعافات الأولية عشان هم بعد يقدرون يساهمون في صحة وسلامة هذا المجتمع. أستاذة مروة، هل لك كلمة أخيرة قبل ما نختم الفقرة معاك، لك كلمة أخيرة محابة أنت تقولينها؟ حابين نشكركم أول شيء على استضافتنا، وطبعا نرحب جميع الاقتراحات وجميع المقترحات اللي ممكن تفيدنا نحن في تطوير منصتنا. ودائما يعني احنا ابوابنا مفتوحه للجمهور في اداره التعليم الطبي والابحاث في هيئه الصحه في دبي وهيئه الصحه في دبي بشكل عام. حابين احنا نفيد الجمهور، وحابين نفتح باب التواصل مع جميع المؤسسات اللي حابه تفيد المجتمع وتفيد الكادر المهني في ناحيه تطوير امكانياتها. أستاذة مروة مالك، رئيس قسم التدريب الطبي بهيئة الصحة في دبي، شكرا على معلوماتك القيمة وعلى جهودكم الجبارة، يعطيك ألف عافية. مشكورين مشكورين، السلام. مع السلامة. طبعا مستمعينا، أنا من هذا المنبر أدعو جميع العاملين في مجال الرعاية الصحية أن يستخدمون برنامج منار، هذا مليء بالعديد من البرامج التدريبية اللي ممكن تفيدهم في مجالهم المهني والصحي. ننتقل إلى مصطلحنا الطبي لليوم، هو تلين العظام. يحدث تلين العظام غالبا لما يكون عندنا نقص حاد في فيتامين دال، ويمكن أن يؤدي لين العظام لدى الأطفال والشباب المصابين أن العظام هذه ممكن أنها تنحني أثناء النمو، وخاصة في العظام الساقين لأن هي اللي تشيل وزن الجسم بكبره. ويمكن أن يؤدي لين العظام عند كبار السن إلى كسور. طبعا علاج لين العظام يكون جدا بسيط، لازم انت توفر كمية كافية من فيتامين دال والكالسيوم، اللي احنا كلنا صرنا نعرف ان كلاهما ضروري لتقوية العظام وزيادة صلابتها وعلاج الاضطرابات اللي ممكن ان تسبب هذه الحالة. طبعا مستمعينا، انا دائما انصحكم انكم ما تاخذون اي فيتامينات او ادويه او مكملات بدون ما تستشيرون طبيبكم المختص. مستمعينا، بناخذ فاصل قصير وبنرجع لكم مع فقره الطب البدني واعاده التاهيل مع دكتور محمد السويني، بيكون حديث جدا شيق عن العلاج الطبيعي والالتهابات وما الى غير ذلك. فاصل قصير وبنرجع لكم. صحه وسعاده. مستمعينا الأعزاء، رجعنا لكم في برنامجكم صحة وسعادة، تقدمه لكم هيئة الصحة في دبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر أثير إذاعتكم المتميزة إذاعة نور دبي. أرجع أذكركم بأرقام التواصل معنا مستمعينا على الأرقام الآتية 600551414، أو عبر الرسائل النصية القصيرة 4006. تعد التهابات مفاصل الركب من المشاكل الصحية الشائعة لدى الكثير من الناس، والتي قد تتطور إلى مضاعفات لا تحمد عقباها إذا تم إهمالها لفترات جدا طويلة.
للحديث عن هذا الموضوع يسرنا أن يكون معانا اليوم الدكتور محمد السويني، رئيس قسم الطب البدني وإعادة التأهيل بمستشفى راشد. صباح الخير دكتور. صباح النور والسرور. دكتور محمد، لو شوي تحدثنا عن التهاب مفاصل الركب، ما هي وما هي أهم أسباب حدوثها؟ بسم الله الرحمن الرحيم. التهاب مفاصل الركب من الأمراض الشائعة جدا في مجتمعنا، وتنقسم إلى عدة أنواع، منها الأوستيوأرثرايتس اللي هو أكثر شيوعا، وهو تآكل السطحيات لمفصل الركبة، وهذا يكون لعدة أسباب، منها الأوفريوس أو الاستخدام الكثير، زيادة الوزن، أو يكون ما بعد الكسور أو الحوادث، وفي التهاب مفصل الركبة الروماتيزمي، ثم التهاب ركبة التهاب مفصل الركبة اللي يحدث مع الصدفية، وفي التهاب مفصل الركبة اللي يأتي مع النقرس، وفي النوع الخامس وهو شبه النقرس، والنوع السادس الأخير وهو اللي يكون ما بعد الالتهابات الجرثومية. أيوة أوكي. أسباب التهاب مفاصل الركب هي تآكل السطحيات والغضاريف أو تمزق الغضاريف، وهذا يؤدي إلى احتكاك سطحيات العظام، عظمة الفخذ وعظمة الساق، ويؤدي إلى آلام مزمنة. طبعا التشخيص يكون بالفحص اليدوي وبالأشعة وفحص فحوصات الدم، ومن ثم نقدر نحن نحدد السبب أو التشخيص، ونوصف الدواء أو العلاج المناسب. والعلاج يكون طبعا في العلاج اللي يركز على مفاصل الركبة، سواء كان العلاج الطبيعي أو الوظيفي، أو العلاج بالأجهزة الكهربائية والإلكترومغناطيسية، ثم العلاج بالأدوية مسكنات، أو إذا كان السبب النقرس أو الروماتيزم فأدوية محددة نوصفها، وتكون تحت متابعة مثلا قسم الروماتيزم أو قسم المناعة أو قسم الباطنية. ومن أنواع ومن العلاج بعد الحمية، ففي مأكولات لازم نتجنبها مثل المأكولات المصنعة والمأكولات التي تحتوي على دهون مثل الأوميغا 6، وفي مأكولات لازم نحن نحاول نشجع المراجعين أنهم يعني يثقفون نفسهم وينظمون حمية مناسبة، متابعة ممارسة الرياضة أيضا تساعد على تخفيف الأعراض وتخفيف تقدم الحالة، منها المشي، لأن اللي يعاني من مفاصل من التهاب مفاصل الركب يجد صعوبة في الحركة وصعوبة في ممارسة الرياضة. نحن نحاول أن احنا نساعد المراجع أن يتخطى هذه الخطوة ويبدأ بالحركة، لأن الحركة تؤدي إلى تخفيف الوزن ولا تنشيط العضلات وإلى تبطيء تقدم الحالة. طيب دكتور، أنت قلت لنا عن 6 أنواع لالتهاب الركب، ممكن تحدثنا شوي عن أكثر الفئات اللي من الممكن أنها تعاني من هذه الأنواع والتهابات الركب؟ النوع الأول وهو الأوستيوأرثرايتس أو الأكبر شيوعا، يكون مع تقدم السن، ومع زيادة الوزن، وممارسة حياة تكون ما فيها حركة وما فيها رياضة، الجلسة على الأرض تؤدي بعد إلى تآكل المفاصل، خاصة إذا الشخص عضلاته ضعيفة. هذه هي الأسباب.
طيب دكتور، تحدثنا عن أهمية أنك أنت تشخص هذا النوع من الالتهاب. يعني جدا مهم أنك إن الشخص يعرف أن التهاب الركب مش نوع واحد، لها عدة أنواع. فهل شوي تحدثنا عن أهمية التشخيص والعلاج في هذا الالتهابات؟ أهمية التشخيص، لأن إذا ما شخصنا ما بنبدأ العلاج. بالضبط. لازم نعرف شو نوع الالتهاب حسب نقدر نحدد نوع العلاج ونطمن المراجع ونقدر أن نحن نباشر في علاجه قبل لا تتقدم إلى مرحلة متقدمة يكون صعب فيها العلاج بدون تدخل جراحي أو بدون استخدام زيوت وإبر لتخفيف الأعراض. طيب دكتور، تحدثنا عن كيف احنا نقدر نقي نفسنا من الإصابة بهذه الالتهابات. اولا نحافظ على المراجعة الدورية مع الأطباء. اول ما تبدأ الأعراض نراجع الأطباء ونواجه المشكلة في بدايتها، ما نتأخر، لان التهاب المفاصل طبعا يأثر على جودة الحياة ويأثر على استقلالية المريض أو المراجع، لأنه ما بيقدر يعتمد على نفسه، ومش كل المراجعين مثلا مقتدرين ويقدرون يعني يكون في حد وياهم يساعدهم في ممارسة حياتهم وفي احتياجاتهم اليومية. فبداية التشخيص تؤدي إلى الوقاية من التدخل الجراحي والآلام والأعراض المزمنة اللي ممكن تأثر على حياة المراجع أو على جودة حياة المراجع. طبعا قسم الطب البدني وإعادة التأهيل له دور كبير في الوقاية من هاي الالتهابات أو حتى ما بعد الالتهابات. أنتوا تساعدون الشخص أن يتجاوز هاي الفترة بسهولة جدا دكتور. طبعا طبعا ننصح المراجعين دائما بأخذ المواعيد والمحافظة عليهم ويتبعون النصائح. وكل ما الإنسان عرف المشكلة وعرف أبعاد المشكلة اللي عنده طبعا تكون الضغط يكون أخف عليه ويكون راح مرتاح أكثر. طبعا دكتور، أنا دايما عندي سؤال يتوارد في ذهني، يعني إذا حابة إذا توضح لنا، هل بعض أجهزة الرياضة كجهاز المشي هذا يأثر على الركب على المدى البعيد؟ هل هذا الكلام صحيح أو أن لا يمت بالصلاة، يعني ما يخص الجهاز بالالتهاب المفاصل وغير ذلك؟ يعتمد على المرحلة التشخيصية. إذا الالتهاب في مرحلة خفيفة أو في بدايتها المشي ما يأثر، لكن اللي يكون عنده حالة متقدمة يكون صعب عليه المشي. أنا أتحدث عن ما قبل الإصابة بالالتهاب. ما قبل الإصابة طبعا المشي يساعد على الوقاية لأنه يحافظ على نشاط حتى لو كان على هاي الأجهزة لفترات طويلة. يعني المشي بدون المشي الطبيعي طبعا أفضل من المشي على الأجهزة، لكن في عوامل عدة تحدد هذا الشيء. بالضبط. الجو أو توفر المساحات الآمنة للمشي، السكن. صحيح. عدة عوامل بس المشي ينشط ويساعد المراجع على الانتقال من مرحلة عدم الحركة إلى الحركة. جميل جدا دكتور. ثم في العلاج المائي والتمارين في المسبح أو في الحوض، يكون الوزن أخف فطبعا تكون الأعراض أقل. والإحساس يكون أفضل، فهذا يشجع المراجع أنه يبدأ التمارين ثم تقوى العضلات ويقدر يمارس المشي أو الرياضة خارج الماء. دكتور محمد السويني، لو تعطينا نصيحة أخيرة عن موضوع التهاب مفاصل الركب. التهاب المفاصل تشخيص جدا شائع، مش خطر، هو مؤلم، لكن نقدر ان احنا نحدد ونخفف الأعراض. احنا ما نقدر ان احنا نرجع حالة العظم الى ما كانت اليه، لكن نقدر نبطئ تقدم الحالة وبالحفاظ على حالة صحية عامة
الحمية وتخفيض الوزن وممارسة الرياضة. بهاي الطريقة بهاي الطرق نقل مراجع من عدة مشاكل مش بس مشاكل المفاصل. دكتور محمد السويني رئيس قسم الطب البدني وإعادة التأهيل في مستشفى راشد، شكرا على معلوماتك القيمة وعلى وقتك الثمين جدا، يعطيك ألف عافية. العفو العفو. طبعا الدكتور محمد ذكر نقطة جدا مهمة، إن حفاظكم على نمط حياة صحي، غذاء صحي، وزن مثالي، الحفاظ على نشاطكم البدني بإمكانه أن يساعدكم أنكم تحمون نفسكم من الإصابة بهذه الالتهابات وغيرها العديد من المشاكل الصحية الأخرى. نتحدث عن اليوم عن شلل الأطفال اللي كل حد يعرف أنه هو مرض فيروسي شديد العدوى ينتقل من شخص إلى آخر، وقد يسبب شلل الأطفال شلل تام للشخص المصاب، وممكن بعد لا سمح الله ممكن يؤدي إلى الوفاة. يحدثنا اليوم عن هذا المرض. يسعدني ويشرفني أني أستضيف معنا عبر الهاتف الدكتور حمد النيل، أخصائي طب الوقائي طب المجتمع وهيئة الصحة في دبي. صباح الخير دكتور. صباح النور دكتورة، خليك كل المستمعين الأعزاء. شو مخططاتك للخميس الونيس دكتور حمد؟ أديك العافية دكتورة هند، كالعادة يعني نحاول يعني نواصل مجهودات للسيطرة والتحكم على كوفيد 19 يعني حتى على المستوى الرسمي والمستوى المجتمعي والنشاطات إن شاء الله على بال ما نتجاوز الأزمة إن شاء الله بإذن الله. دكتور حمد بجهودكم. دكتور اليوم نتحدث عن شلل الأطفال، لو تعطي المستمعين فكرة عامة عن المرض والجهود اللي قامت بها دولتنا في القضاء عليها. شكرا جزيلا. والحقيقة فعلا شلل الأطفال هو واحد من الأمراض الأمراض الطفولة المعروفة، وهو مرض فيروسي طبعا بتسببه فيروسات معينة، والأهم من ده كله إنه المرض يمكن الوقاية منه باللقاح أو بالتطعيم. فده واحد من الأشياء اللي بتخلي سهولة الاستئصال، وزي ما ذكرتي في المقدمة إنه هو مشكلة إنه بيسبب شلل دائم بالنسبة للأطفال. هو ممكن أن يصيب كل الفئات العمرية، لكن التركيز على الأطفال أقل من 5 سنوات هو ده أكثر فيها عرضة بالنسبة للمرض. إذا جينا تطرقنا للجهود اللي قامت بها دولة الإمارات العربية للقضاء والاستئصال على المرض، في البداية يعني الدولة يعني تبنت استراتيجيات الاستئصال من حسب الإحصائيات الموجودة من التقارير من بداية الثمانينات، يعني من أكثر من نحو 30 سنة تقريبا، ودي بداية كانت مبكرة يعني حتى قبل منظمة الصحة العالمية بتبنيها العالمي لها الموضوع. المجهودات اللي قامت وكنت نذكرها بالتأكيد، هيئة الصحة دبي عملت بشكل متواصل وتنسيقات محكمة مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع مع الهيئات الصحية الموجودة في الإمارات الأخرى بتبني استراتيجيات مختلفة، من ضمنها توفير اللقاحات لكل الفئات المستهدفة، التركيز على برنامج الوطني للتحصين وإدراجه في واحدة من تحصينات أمراض الطفولة. كذلك أهم نقطة يعني موجودة الآن هي النظام التغصي المرضي، إذا كان هو النظام الإيجابي النشط بحث عن الحالات، أو إذا كان النظام السلبي اللي هو بتلقي التقارير بصورة منتظمة من المرافق الصحية المختلفة. كذلك دولة الإمارات قامت بتنفيذ حملات تطعيمية مختلفة، وفي الحتة دي بنقدر نذكر من الإحصائيات إنه في سنة 1982 كان عدد الحالات المسجلة 58. في أي بعد مرور ما يقارب ال 30 سنة الآن لا توجد أي حالات لشلل الأطفال مسجلة بالدولة. طبعا هذا إنجاز جميل جدا. نعم إنجاز ممتاز جدا، والأشياء دي هذه تتكلم الإحصائيات يعني بالمجهودات تتكلم الإحصائيات نسبة لوجود الأنظمة المختلفة اللي بتعمل بتنسيق والاهتمام بها. فالآن نحن بنلقى إنه التركيز على برنامج التطعيم والبرامج الوطنية هي كوسيلة ممتازة جدا، لأنه هذا المرض يعني المشكلة في إنه في بعض الدول حتى الآن موجود مثل أفغانستان وباكستان، وكما تعلمين إنه دولة الإمارات
في نشاط ما بين الرحلات المختلفة إلى دولة باكستان ودولة أفغانستان والنشاطات التجارية وغير الاجتماعية. فده كله بيخلي إنه في الخطورة لإنه دخول أي طفل مصاب أو شخص مصاب، فبالتالي لازم الدولة تكون متاهبة واستمرارية الجهود عن طريق نظام التغطية المرضي للتأكد من إنه ما يكون في حالات يعني يمكن أن تدخل الدولة. لكن داخل الدولة جهود الحمد لله يعني خلصت بإنه تم إيصاله وعدم تسجيله قرابة 30 نحو 30 عام الآن لا تسجل أي حالة لدولة الإمارات. طبعا دكتور حمد الحين الناس بتسمع ما في حالات، أنا ليش أخذ التطعيم وليش أقي نفسي من المرض؟ فأنا حابة جدا أنك أنت تبين لهم أن أهمية البرنامج الوطني للتحصين في هذا المجال عشان إحنا نحافظ على صفر حالات في دولة الإمارات. لو بس تذكرهم بليش إحنا يعني ما زلنا مستمرين في التحصين ضد هذا المرض، بس لو شوي تذكرهم بهذا الشيء، لأن هم بيسمعون والله صفر حالات خلاص إحنا في أمان. فذكرنا شوي ببرنامج التحصين الوطني وأهمية الوقاية من هالمرض. بالتأكيد بنقطة مهمة جدا يعني محتاج إنه كل الناس المجتمع بشكل عام يعني يفهم نقطة معينة. كونه نذكر إنه لا يوجد مرض معين أو زيرو حالة وصف حالة موجودة في الدولة، ده لا يعني إنه نحن الآن اكتفينا أو الآن يفترض إن نحن نوقف يعني. الطعام. لا، ليست بأمان. نحن محتاجين مواصلة الاستمرار أيوة في إنه نحن نتلقى كل أنواع اللقاحات وتحديدا إن شاء الله الأطفال والأمراض الأخرى، لأنه بشكل عام الفيروسات معروف عنها هي يعني متقلبة ومتحورة ومتعددة في طفرات المختلفة، يمكن عنه تنتج أمراض جديدة. الشيء الثاني الضروري جدا الناس تستوعبه وتفهمه إنه الآن الدول بشكل عام ودولة الإمارات هي ليس من الدول المقلقة عن نفسها. نحن الحمد لله الآن يوجد مطارات تستقبل آلاف الناس وملايين الناس في السنوات، هنالك رحلات مختلفة سياحية وإدارية واجتماعية واقتصادية، فده بكله بيخلي هنالك في خطورة ومخاطر على إنه دخول المرض بالنسبة للدولة عن طريق أي شخص قادم ليس من الأسباب المختلفة، أو حتى إذا أي شخص من الدولة هذا سافر إلى دولة أخرى يمكن أن يتعرض للعدوى. فبالتالي لازم نحن نستمر في برامج التحصين المختلفة والبرنامج الوطني يكون مدعوم ولتقوية المناعة وللتأكد من التغطية الكاملة بالنسبة لكل اللقاحات المعتمدة تحديدا إن شاء الله الأطفال واحد منهم. وفي نفس الوقت نأمن شر إنه هالأمراض يعني تكون بعيدة عننا وأجسامنا وأطفالنا برضو عندهم المناعة الكافية إذا تعرضوا لأي خطر هذا ما يسبب المرض بشكله الحاد الممكن يقود لمضاعفات. بالضبط دكتور، يعني 30 سنة من الجهود يعني ما جات هباء، يعني 30 سنة من الجهود المكثفة عشان احنا نحافظ على صفر حالات في الدولة، وان شاء الله نستمر في صفر حالات في الدولة دائما وابدا. دكتور حمد لو شوي تشرح للناس كيف المرض هذا ينتقل من شخص الى اخر والاعراض بشكل مبسط، بس لو تشرح للمستمعين عن طرق الانتقال واعراض هذا المرض. بالتأكيد مرض شلل الأطفال هو الانتقال بتاعه عن طريق الفم أو عن طريق الأكل الملوث، يعني هو الأكل الملوث أو الشرب الملوث في فضلات الشخص المصاب الطريقة اللي هو بينتقل بها. بالتالي بتبدأ أعراض مختلفة اللي هو بتتراوح من أعراض خفيفة إلى أعراض شديدة. الأعراض الخفيفة بتبدأ هي الأعراض العامة لأي التهاب فيروسي، هي وجود ارتفاع في الحمى، بعديها بتظهر أعراض بأنه هنالك ضعف عضلي موجود في الجسم، بيكون الضعف ده غير متناظر غالبا، يعني هو ما متساوي في الأطراف، يعني جزء من الجسم، جزء من الجزء الأيمن أو الأيسر، القدمين أو اليد، يعني بيحصل نوع من الضعف التدريجي وبصورة سريعة جدا، بيلاحظ أنه هنالك ضعف في العضلات وفي ضمور، وبيكون عادة بيبدأ من الجزء الأسفل من الجسم وبيمشي تدريجيا إلى الجزء الأعلى من الجسم. فدي الأعراض بشكل عام بالنسبة لشلل الأطفال تحديدا، مع الأعراض الأخرى الفيروسية المعروفة يعني من الحمى وما شابهها من أعراض أخرى يعني.
دكتور حمد النيل، أخصائي طب وقائي وطب اجتماع بهيئة الصحة في دبي، شكرا على معلوماتك القيمة وعلى وقتك الثمين جدا، يعطيك ألف عافية. الله يخليك، شكرا، شكرا جزيلا دكتور حين، شكرا للمستمعين. طبعا دكتور حمد ذكر شيء جدا مهم، أن دولة الإمارات كانت سباقة في سيطرتها على هذا المرض، مش فقط هذا المرض بس العديد من الأمراض، وفي العديد من البرامج الوطنية اللي تصب في مصلحة الشعب وحفاظهم على صحتهم وسلامتهم. مستمعين، في ختام حلقتنا أشكر لكم حسن متابعتكم وحسن استماعكم، آملين أن دائما نكون عن حسن ظنكم، وأتمنى أنكم استفدتم من المعلومات اللي قدمناها لكم اليوم. كل الشكر لفريق الإعداد في هيئة الصحة في دبي، كل الشكر لإذاعة نور دبي، كل الشكر لإسراء الهاشمي اللي معانا في التنسيق، ومخرجنا المبدع نمر، ومعاكم محدثتكم دكتورة هند العوضي. شكرا لمستمعينا، ودمتم في صحة وسعادة. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي.